هذه المبادرة جت بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية اللي هو تحت شعار مبادرة من أجل الحياة، جمعية اللي هي كتنظم سلسلة من الورشات والأنشطة التوعوية التخصيصية حول السلامة الطرقية بالفضاءات العمومية والمؤسسات التعليمية اللي تتساهم برفقاء والشركاء اللي هي يعني ولاية الأمن الوطني وكذلك السلطات المحلية. وهي هذه المناسبة ما جاءت به الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية من خلال الدعم الجهودات الجماعية اللي تقوم به مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة. فشكرا للمديرية العامة للأمن الوطني وكذلك مديرية التجهيز والوكالة الوطنية السلامة الطرقية على دعمهم المستمر لمختلف المبادرات الجمعية سعيين لتحقيق هذه المجهودات المجهودة وعلى أصلها هي تخفيض هذه المؤشرات حوادث السير في البلاد ديالنا. مع ولاية أهل القنيطرة والسلطات المحلية هذا يوم تخصيصي للسلامة الطرقية باش نوعيو الناس الطائفين بهذا اليوم. المرجو من الراشدين احترام بابا الراشدين. المواطن ضرورة احترام لو كود دو لا روت اللي هو تري امبورطون. فبالنسبة للمؤسسة هذه يعني كما جرت العادة دائما كتسجل المعادلات اللي كتلعب واحد الدور كبير من حجم حوادث السير اللي هي في المغرب كتعرف واحد ارتفاع مهول واللي كيرجع في الأساس عدم يعني معرفة المواطن بشكل عام بالخطر اللي كتشكل الحوادث ديال السير واللي هي احيانا كتكون من النتائج ديالها نتائج وخيمه اجتماعيا واللي بالاساس يعني ما يمكنش انه الامر يبقى غادي بحال هكا، علاش؟ لان المواطن عموما ما عندوش واحد الثقافه طرقيه كما كتشوفوا انه ما كاينش احترام ديال الاضواء. احيانا تيكون الضوء الاحمر شاعل المواطن تيقطع وهذا فين كيكون الاشكال. احيانا المواطن تيشوف الخط البيض تيقول راه من حقي انه يقطع في الممر ديال الراجلين، مع ان يعني الاضواء كتكون شاعله يعني ستوب تعلم انه يوقف غادي يكون الضوء الاحمر شاعل بالنسبه للسيارات يمكن له يستعمل الطريق. تعجينا اليوم كنشاركوا تعجينا اليوم من اجل توعيه المواطنين والسائقين وخاصه الراجلين بمخاطر الطريق وتحديدا هذيك الوطني ديال اليوم العالمي اليوم الوطني فرحان بالسلامه الطرقيه. جينا من اجل السلامه ديال المواطنين وباش نوعيوهم ان خاصه الراجلين خصهم يقطعوا من الممر ديال الخاص بالراجلين والسائقين كذلك انهم يعطيو الاسبقيه للناس اللي هما في الممر الراجلين. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونا في لاشين يوتيوب او فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد او زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي.